الو يا اخي ارد يا اخي ارد حاجة تهدد حاجة تهد الو رد علي وخذ منا راديو اوريان الله معنا الو الو يا اخي رد يا اخي رد يا اخي الو الو سوريا الو دائما بالمحبة منرجع منلتقي فيكن مستمعين راديو أوريانت ومشاهدين أوريانت نيوز. يسعد لي أوقاتكن وين ما كنتوا عم بتشوفونا وعم تسمعونا ببرنامجكن ألو سوريا. ألو 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 سوريا بلش معكن من جديد برنامجنا نتيجة النجاح الكبير للراديو. عملنا تيلي راديو. هلأ نحن مثل ما عودناكن اللي حابب يتصل فينا اللي حابب يتواصل معنا على رقمنا على الواتساب والفايبر هو الرقم 0962-7843-9284 واللي كل حابب يتواصل يبعث لنا أي شيء حابب يحكيه على هوا راديو وعلى تلفزيون أوريانت نيوز يتواصل معنا على هذا الرقم. على كل نحن اليوم حلقتنا غنية فيها كثير مواضيع. رح نبلش بأول موضوع والموضوع الأول عن الموضوع الأول رح نأخذ اتصال من ضيفنا محمود قصاب. محمود يسعد لي أوقاتك. منقول ألو. الله يخليك يا رب. السلام مساء عليكم. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. الله يخليك يا رب. كيفك محمود؟ الله يخليك يا رب. مثلا أهلا وسهلا فيك ببرنامج ألو سوريا. محمود أنت معنا اليوم لتحكينا عن موضوع كتير مهم. أيوة. طبعا رح تحكينا عن الاستغلال اللي عم بيصير للعوائل السوريين يلي بدهم يدخلوا على تركيا، هن على الحدود السورية التركية. أيوة. وتحديدا بمنطقة خربة الجوز. اتفضل محمود. هلا العائلة أول ما بتجي يعني مثل ما بتعرفوا انت طالعة من تحت طرب الطيران. نعم. بعد حرب 5 سنين يعني. يعني مصاري ما في. يعني اللي معاه شوية مصاري عم يحسن يطلع، أكيد ما راح يضل تحت الضرب. طبعا ما معاه مصاري عم يضل تحت الضرب. صحيح. فبيجوا هدول المهربين تجار البشر. ايه. مثلا بكوني حاكيه معاه الهاتف متفقة انه 5000 أو 10000. وقت بتصير هنيك بمنطقة خربة الجوز وبدك تقطعي، يا بتدفعي مثلا 20000 او بيقول لك ما بقطعك انا، ما بمرقك، بدك تدفعي ما في مجال يعني. غير الخمسه والعشره اللي اوريدي غير غير كله يعني استغلال. تماما. يعني محمود هو الاتفاق بيكون انه المبلغ اللي بيندفع اول شيء هو يوصلك لبر الامان، خلينا نقول بعدين بيتغير. مثلا متفق معه 12000 انا واصل لتركيا، هيك بيقول لي على هاتف. تماما. بعدين بيتغير الاتفاق. بيتغير الاتفاق وقت بتصيري على ارض الواقع انت. لانه بيتحكم، لانه خلص صار عنده الموضوع. صح. لك صرت على المحك انت هون، صرت بدك تدفع اجباري، ما في يعني ما فيك ترجع اصلا. اي طبعا. الله يهدهم. الله يهدهم يا رب. ايه. وشو كمان انه مثلا بيعذبك اول شيء، انه اذا انت ما بدك تدفع ما في يعمل لك شيء هو، فبيعذبك بيقول لك قوم انا بدي اخذك، بيمشيك بيطلعك بجبال وبنزلك والدنيا برد واطفال وشيوخ، يعني ما حد بيحسن يمشي ابدا. طبعا الوضع صعب كثير. صحيح. طيب محمود، يعني السؤال بالفعل انا بدي اعرف جوابه، طب بحال انه ما في، يعني في بعض من العوائل اكيد بيكون ما معها مثل ما معه انه يكمل، شو وقتها شو الحل شو بيعملوا؟ مثل ما انت خبرتنا انه ما فيهم انهم يرجعوا، طب وبعدين بياخذوا بمسكوا. اوف. شو بيعملوا بمسكوا؟ هلا اليوم مسكوه للعالم، اليوم مسكوهم. يا الهي. مين باي يعني، اليوم يعني لاي جهه؟ للجهه التركيه. أيوة. وعلى الرغم أنه قايل لهم أنه مثلا اليوم بكنت تدفعوا لنا 7000 كل شخص، بدنا ندفع للجانب التركي عشان يدخلكم. فالعالم بتصدق يعني بتدفع، اللي معه بيدفع واللي معه ما بيدفع، حرام، وبيروح بمسكون. وحتى اللي دفعوا مسكوا كلهم، حتى اللي بيدفعوا يعني ما انهم ما بيوصلوا، لانه مو دافع، هو مو دافع، كذاب. كذاب هي وسيله يعني جديده للنصب يعني. طيب طيب قديش في منهم هدول؟ هو شخص واحد ولا اكثر من شخص؟ لا اكثر يعني، بس ايه ما نكتر. طيب هدول يعني هدول مين لازم نخبر عنهم؟ يعني المفروض هدول مع مين لازم ينحكى؟ مين بدك من فصائل الجيش الحر موجوده هنيك وعلى علم بالامور اللي عم تصير؟ اها. ايوه اكيد. يعني انه ما في حد بسوريا ما بيعرف، معقول هني ما بيعرفوا؟ يعني التقصير منهم. تمام. طيب ان شاء الله يكونوا عم بيشوفونا ويكون هذا الحكي يعني مثل وثيقه عمليا لحتى ينمسكوا هدول اللي عم يتاجروا
بهالشعب عم بيتاجروا ب بي بتعبه بي بمصاريه بحياته. اكيد هاي القصه ما لها لعبه، وان شاء الله يكون وصلت الرساله. إن شاء الله. على كل اخي محمود بدي اتشكرك كثير، كنت معنا على برنامج الو سوريا. بنرجع نتواصل مشان نشوف تطور الموضوع. شكرا كثير. شكرا كثير لك محمود. 100 اهلا، شرفت 100 اهلا. شكرا. طبعا انا يعني ما عندي مأساة بالفعل، فوق مأساة، مأساة بالفعل. بتعرف يا عمر، يعني ما عندي تعليق اني اعلق ابدا، لانه الشيء اللي بتسمعه هو بالفعل بيصدمك. يعني انه بتكون انت متفق معهم وحرام متفقين صحيح. على سعر، وبتلاقيهم بعض من العوائل كتير ما معهم، يا دوبك دبروا امورها لاجل انهم بدهم يطلعوا من الظلم اللي هن يعني فيه، يعني عم بيلمون قرش المصاري بعد 5 سنين. انه الواحد بالاخير بده يوصل عبر امان، مفكر انه هيك الامور مفكر بيروح بيتعامل مع هدول الناس اللي هن عباره عن خلينا نسميهم بمسمياتهم حساله البشريه. طبعا بالتاكيد بيتعاملوا معهم وبيفكروا انه اندفع، فبالتالي خلص مش الحال، بس يتحكموا فيهم ويوصلوا لعندهم. بتعرف وين الغصه؟ لما يكون في عوائل كبار بالعمر واطفال. طبعا يعني يمكن لو في شباب بيقدروا يدبروا أمورهم، ولكن الأطفال والكبار بالعمر هو المفروض لا شباب ولا كبار ولا أطفال، المفروض هيك عالم تنمسك وتتوقف عند حدها. طبعا وهلأ نحن صار جاهز معنا أستاذ علاء الدين سبيعي. نعم. اللي هو مخترع وعالم سوري شاب، باحث بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة، وحصل على براءة اختراع أمريكية رح تتحول لبراءة اختراع عالمية. ما رح أحكي بالتفاصيل، رح خليه طبعا هو يحكي لنا بالتفاصيل. هو يحكي لنا عن التفاصيل. منقول مساء الخير أو صباح الخير علاء الدين سبيعي. تفضل الهوى معك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. حابين أحكي عن اختراع مباشر. يعني أول شيء أنت عالم ومخترع سوري بأمريكا. تمام. أنت كنت بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة أو ما زلت بالجامعة مزبوط؟ نعم. طيب كيف بلشت؟ هلأ إذا بدك أحكي لنا عن الاختراع مشان نبلش نحن أسئلة معك. أخي الكريم، الاختراع هو عبارة عن مادة عضوية بوليميرية. نعم. ذات مسامات نانوية ومساحة سطحية عالية جداً. المادة هي مشتقة من مادة الدكسترين الحلقي أو الساكلودكسترين. نعم. اللي هو مشتق من نشاء الذرة. فهو مادة طبيعية سكرية. يمكن هي أهميته. نعم. الأهمية هي عبارة عن مادة مثل بودرة. يتم وضعها على شكل طبقة رقيقة في فلتر للمياه. ويتم تمرير المياه عبرها بشكل سريع، ونحصل على مياه نقية. تمام. بشكل خاص هو المادة تستطيع إزالة الشوائب أو الملوثات العضوية من المياه بشكل سريع جدا. طيب الأهمية موضوع أنه أول شيء أهميته أنه هو من مادة عضوية غير ملوثة غير ضارة، ما بتأثر، ما حدا قدر قبل هالمرة يعمل هيك شيء، لأنه كانوا البدائل بتخيل كانت سامة. ما فيني أقول سامة. البدائل هي عبارة عن مواد مشتقة، مواد كربونية تسمى الكربون الفعال. يعني هو مادة عضوية. طبعا الكربون هو كمان مادة عضوية، لكن هو طبعا ما له مادة عضوية طبيعية، لكن ما فيني أقول سامة، ولكن غير فعال لإزالة الشوائب. تمام. طيب هلأ أنت عم تستنى لتحوله لبراءة اختراع عالمية، ما هيك؟ نعم. وين صرت بهذا الإجراء؟ هلأ احنا طبعا المراحل بأمريكا لبراءة الاختراع انه انت بتحصل على براءة اختراع امريكية لمدة سنة، وبعد سنة بتقدم على براءة اختراع عالمية. هاي السنة مشان يتأكدوا اذا في شيء مشابه له، صح؟ تمام. بعدين لا، طبعا احنا ما فيك تقدم على براءة اختراع الا ليتأكدوا بالاول، فاحنا طبعا تم التأكد بشكل كامل من هذا الشيء. يعني هذا الكلام ما في عليه اي يعني مشكلة. لكن هو عادة هاي المراحل، يعني انت بتحصل على براءة اختراع امريكية بالبداية ولمدة عام، وبعد عام بتقدم على براءة اختراع عالمية وبتتحول لبراءة اختراع عالمية. تماما. علاء، اكيد واجهت صعوبات بفترة الاختراع. طبعا. طيب تحكي لنا عن الصعوبات اللي واجهتها.
الصعوبات الأساسية هي كانت إني أنا الباحث الوحيد والأول بالمجموعة كان يلي بيتطرق لموضوع معالجة المياه. تماماً. يعني مجموعتنا البحثية كانت عم تشتغل بمجال تخزين الطاقة الكهربائية. حصلنا على دعم من الحكومة الأمريكية للعمل في مجال تنقية المياه، فأنا كنت الباحث الأول والوحيد في هذا المجال، فما كان عندي أي فكرة عن طرق البحث العلمي في مجال تنقية المياه وشو هي المواد لازم أنطلق منها. يعني هي الصعوبة الأساسية كانت. فطبعاً البداية كانت القراءة، يعني مرحلة القراءة. طيب علاء، بس مشان المشاهدين والمستمعين، انت شو اللي خلاك اساسا تروح لهذا المجال؟ انا كنت عم اشتغل مجال تخزين الطاقه الكهربائيه، ومثل ما قلت انه كان يعني جاءنا دعم جديد من الحكومه الامريكيه، والهدف كان هو يعني تطوير مواد لازاله الملوثات العضويه من المياه. يعني هو كان طبعا توجه حكومي فينا نقول في امريكا، لانه عنده مشكله كثير كبيره بالملوثات العضويه في المياه، وحتى في بعض البحيرات والانهار بامريكا تم التوقف عن استخدام المياه منها بشكل كامل بسبب وجود الملوثات العضويه وعدم قدره تقنيات تنقيه المياه لازالتها من المياه بشكل يعني ابدا بكفاءه عاليه. مو يعني مو بس بكفاءه عاليه، وانما عدم قدرتها ابدا لازاله الملوثات العضويه. يعني تستطيع إزالة بشكل ضئيل جدا الملوثات العضوية تبقى في المياه وتسبب أمراض خطيرة في أمريكا. ودائما نسمع عن دعاوي نحن بيرفعوها أهل المدن اللي بتكون بتشرب من منطقة معينة، بيصير في دعاوي لأنه سببوا لهم السرطان وهالشغلات، تسمم وهيك. مو بس السرطان، في كتير أمراض أخرى. إيه طبعا أذى، يعني أذى صحي. علاء، مين ساعدك؟ كان في حدا عم بيساعدك؟ كان في حدا داعم لإلك؟ نحن طبعا مجموعة بحث علمي. أنا بقسم الكيمياء والبيولوجيا في جامعة كورنيل. يعني أنا تخصصي أصلا تكنولوجيا النانو، حصل على دكتوراه من كندا بمجال تكنولوجيا النانو. تماما. فهو تخصصي، هو مجال عملي، لكن مجال التطبيق هو كان مجال جديد. طبعا أنا والبروفيسور، طبعا البروفيسور بعد ما تكلم معي بهذا الموضوع واختارني بالذات بسبب خبرتي الكبيرة في مجال تكنولوجيا النانو، بالبداية ما كان في أي دعم، ما كان في أي مساعدة. يعني كان أنا طبعا بما أني أنا باحث مستقل يعني ودكتور بالمجموعة، فأنا كان لازم أني أنا اللي أوجد الطرق، وأنا اللي خاصة أنه أنا مشرف على العديد من الباحثين اللي أو الطلاب الدكتوراه في المجموعة. فكان بالبدايه عملي بشكل خاص، انا اللي بدات اقرا وهيك، وحاولت اني احدد شو هي المشكله وبدات بالعمل بها بشكل منفرد. يعني تمام. فكان في يعني ما كان في دعم بشكل واضح من البدايه، لكن بعد فتره طبعا بعد ما توصلت لهالماده صار في دعم هائل جدا، يعني من المجموعه وغير المجموعه. حصلنا على يعني دعم بملايين دولارات يعني حتى نستمر العمل في هذا المجال بعد طبعا ما حصلنا على النتيجة الأولية. تمام. علاء الدين سبيعي، شاكرين لك كثير وموفق، وإن شاء الله هاي الأمور التقنية، خلينا نقول البيروقراطية بموضوع الأوراق والقصص والتأكد وهي الشغلات، تمشي بسرعة وتحوز على براءة الاختراع العالمية وتفيد البلد، لأنه عن جد البلد بحاجة لهذا النوع بالفعل. من الاختراعات. شكرا كثير لك، والله يقويك ومن نجاح لنجاح. كنت معنا على ألو سوريا من هوا أورينت نيوز. شكرا كثير. شكرا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ألو ألو. ولا عندنا فقرة رح نحكي فيها مسجات عم تيجينا على رقمنا على الواتساب والفايبر اللي هو 0962-7284-3984، والمسجات بدك تقرالنا إياهن لارا. طبعا بالبداية من صفاء يسعد أوقاتك يا ربي. صفاء عم بتقول هي عم تتشكرنا على برنامج ألو سوريا. صفاء أهلا وسهلا فيكي، وهذا واجبنا صفاء أنكم تتواصلوا دائما معنا ونتواصل معكم. بدي أخذ المشاركة الثانية من أحمد. كل التحية لإلك يا أحمد. أحمد عم بيقول أنا بدي أشكركم على البرنامج الحلو، شكرا كتير لإلكم لأنكم أنتم الوحيدين اللي بتخلونا نتواصل معكم، لنشكي لكم كل شيء عنا ويسعد أوقاتكم. شكرا كتير لإلك يا أحمد وأهلا وسهلا، واجبنا مثل ما قالت لارا كمان مرة. طبعا نحن بنتذكر كمان جمعية حلم طفل. نحن جمعية حلم طفل طبعاً. أهلا وسهلا فيكم حتى بالراديو. تماما تماما. جمعية حلم طفل، يعني خلينا نقول كل جروب جمعية حلم طفل، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم ألو سوريا. يعني أنه تواصلكم معنا هي بالفعل فرحتنا، وهذا الشيء اللي نحن دائما بنسعى له، أنه نسمع همومكم، نسمع حتى فرحتكم، بتشاركونا بكل شيء عندكم. أهلا وسهلا
وسهلا فيكم كمان. عمر عمر نعم. عمر هون, عمر هون. أي تماما هم العمر كترانين كترانين, كترانين بشكل مو طبيعي. عمر يسعد اوقاتك يا عمر, واهلا وسهلا فيك. عمر عم بيقول انا بدي اتواصل معكم. اهلا وسهلا فيك, فيك تتواصل معنا على 0926 7783 9994 4. اهلا وسهلا فيك يا عمر, نحن قلنا لك الرقم لاجل انك تتواصل معنا. وهبه كمان اهلا وسهلا فيك يا هبه. هبه بعتت لنا كلام كتير حلو, يسعد اوقاتك يا هبه. كمان في عنا كمان عمر من لبنان, عمر تاني من لبنان. عمر من لبنان اهلا وسهلا فيك. وابو جعفر من تركيا اهلا وسهلا فيك يا ابو جعفر. في طلبات, في شيء بنقدر نحجزه هلا؟ احزار شو عنا, شو انت هيك احزار؟ لا شوف انت بتحزر هلا. طالبين شو؟ ما بنقدر نعرضه. كاتيوشا على باب القصر, قدمت مقدمه مسلسل على باب القصر. يلا اوكي مستعدين؟ بس دقيقه. ايه هلا هي المسلسل هو كل خميس, كل خميس الساعه 7:30 المساء, مسلسل درامي على راديو اورينت. انا بمثل فيه بس انا لا. يلا نسمع وبنرجع لكم. يلا سنحرق الأراضي بالنار والقصف والرصاص. بشار من قبل قد تحدث, اعبدوني يا أيها الناس. بشار من قبل قد تحدث, اعبدوني يا أيها الناس. أمرك 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 أمرك, كل شيء في العالم بأمرك. أمرك حتى الدجاج يبيض في أمرك, كله بأمرك. I'm here, I'm there, I'm tick tick down, I'm everywhere. أمرك 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 في أمريكا. خضرة يا بلادي خضرة ورزقك فوار, بحر وسبع عين القدرة تبقى هالدار. خضرة يا بلادي خضرة ورزقك فوار, بحر وسبع عين القدرة تبقى هالدار. نحن جند الله في البلاد, نلبس السواد بالسواد, نمنع الناس أن تتنفس إلا بإذن رب البلاد. نمنع الناس أن تتنفس إلا بإذن رب البلاد. سوريا كانت ولكني صارت مع سوريا. وهلأ مين معنا؟ هلأ معنا أريج جمال. طبعاً أريج حاصل على المركز الأول في قسم اللغة الفرنسية في جامعة اليرموك. مساء الخير أريج. مساء النور, يعطيك العافية. مساء الخير أريج, طبعاً بجامعة اليرموك الأردنية. الأردنية تمام. طبعاً أريج بالبداية يعني أنه يعطيك العافية بالفعل على جهودك الحلوة أنك طلعتي بالمركز الأول باللغة الفرنسية. هلأ بداية أريج بدي أسألك عن السبب الرئيسي اللي خلاك تحصل على المركز الأول بذات في اللغة الفرنسية. هل هي حبك للغة الفرنسية واهتمامك بالذات باللغة الفرنسية؟ هلا انا كثير بحب اللغه الفرنسيه واللغات بشكل عام, لي اهتمام كثير كبير. وثاني شيء عندي رغبه كثير كبيره انه يكون لي مستقبل, يكون لي ارفع راس اهلي, ارفع راس بلدي سوريا, خاصه بالظروف اللي عم نمر فيها. تمام. طيب اريج بس ممكن تقولي لنا الو سوريا بالفرنسي؟ شو الو سوريا؟ بنوفو سوريا, الو سوريا. شكرا لك. مبدئيا طبعا ما راح نرجع نحكيها من وراك. لا لا لا. ابدا. مبدئيا انت جاي من درعا, جيتي سنه ثانيه على الجامعه صح؟ بالضبط. انت اختلف عليك المناهج وطريقه التدريس وبين دوام بين مواد بالجامعه هون, حتى يمكن معامله الدكاتره المدرسين, اللغه كلياته كان عندك اثر عليكي. طيب السؤال, شو هي الوصفه السحريه اللي قدرتي انك تتجاوزي هذا كله وتعملي معدل, يعني مو بس انه تنجحي أريش. او تمشي. طبعا ما راح تبخلي علينا بالوصفه السحريه تبعتك. طبعا بدك تفيدي سوريا كلها يعني. طبعا يا أريج يلا. أكيد أول شيء أهم شيء كان الإيمان بالله, هذا أهم شيء. والنعمة بالله. يكون في إصرار عند الشخص إنه هلأ السنة كانت تركتها كانت صدمة إلي, إنه أنا كان عندي حلم كتير كبير وفكرته حينهد.
لازم دائما نآمن انه في حلم، في هدف، حط هدف لك وصل. صحيح. شو ما كانت الصعوبات ما توقف، خليك رح توصل انت، بس كل شيء بالحياة رح تواجه فيه صعوبة طبعا. فأنا أول شيء رح خلاص رح أترك كل شيء وأضعف. فكان هذا أهم شيء أنا مشيت عليه. أول شيء دخلت كان معدلي 85.5، ثاني فصل صار 89.9. تمام. وال 90.1 ضل المعدل يطلع، وصلت للفصل قبل التخرج لل 91. الفصل الأخير للأسف كان كتير في ضغوطات من خلال المواد وصعبة جدا، فاضطر ينزل لل 90.1. ما شاء الله عليك. بس يعني بكل الأحوال يعني أنت عمليا طبعاً. يعني رغم كل الصعوبات اللي عم تواجهها والضغط النفسي، يعني ما بننسى هو الضغط النفسي هو العامل الرئيسي والمسبب الرئيسي واللي يخلي الواحد إنه بالفعل يتراجع، بس ولكن أنت تقدمتي لقدام، يعني ما خليتي شيء أي حاجز يوقف بطريقك نهائيا. تماما، لأنه المستقبل يعني بالأخير يعني المستقبل قدامنا بالتأكيد. أريج، هل انت اضطريتي انك اضطريتي انك تاخذي دروس خصوصيه او انك تنتسبي لمراكز خاصه لتعليم اللغه الفرنسيه ولا ابدا؟ انا علمت صديقاتي. ما شاء الله عليكي. طب أريج علميني. لا بدنا بدي تعطيني محاضرات عندك باللغه الفرنسيه. أريج بس بدي منك كمان كلمة ألو سوريا بالفرنسي لحتى نختم معك. يا عمر ما احنا ما عرفنا نحكيها من وراء. أنا ما رح أحكيها، هي تحكيها. بس انت قوليها. أنا ما رح. ألو سوريا. يلا ألو سوريا. بتشكرك كثير أريج، كنتي معنا ببرنامج ألو سوريا، وإن شاء الله هيك من نجاح لنجاح إن شاء الله بإذن الله، هيك مراتب عليا، وتكوني مثال للسورية الناجحة برا سوريا وجوا سوريا. أريج مزيد من التقدم ونجاح نحن بنتمنى لك، وإن شاء الله أريج بنرجع بنلتقي فيكي ببلدنا سوريا إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. وهلأ اتصال من داخل سوريا، من داخل الغوطة. نعم. الغوطة الصامدة، الغوطة يعني البطلة، ومعنا بطل من الغوطة اللي هو الدكتور أيمن خضر. أيمن، الدكتور أيمن عمل شيء يعني بتخيل إنجاز طبعاً. على كافة الأصعدة طبعا بالتأكيد. الدكتور أيمن عمل معمل أدوية، ومو بس عمل معمل أدوية، عم يوزع الأدوية بالمجان على المجان جوا الغوطة. جوا الغوطة. دكتور أيمن أهلا وسهلا فيك ببرنامج ألو سوريا. مساء الخير أنسي، مساء النور عليكم وعلى كل أهالي سوريا الحبيب. يسعد لي أوقاتك يا ربي. دكتور أيمن، بالفعل مثل ما قال زميلي عمر إنك أنت عم تعمل شيء رائع جدا، هو إنك عم بتوزع الأدوية مجانا. عم بيصنع ويوزع. عم بتصنع وعم بتوزع. نعم. طيب دكتور. نعم أنسي. هلا بالبداية بدي اياك تحكي لي عن بداية تصنيع الأدوية، أو بداية كيف تم الفكرة. اختيار المكان والفكرة عن كل شيء. يعني نحن اليوم طمعانين فيك لتحكي لنا ولتخبرنا عن كتير شغلات. أنا خليك يا رب. تفضل. أول بسم الله الرحمن الرحيم. خلال حصار النظام للغوطة الشرقية بال 2014. نعم. بمنتصف 2014 بنهايته بلشت تنقص المواد الدوائية وتنقص الأدوية اللازمة لأهالي الغوطة الشرقية. تمام. هلا بس تنقص عنا الأدوية، صرنا نبحث عن مجالات تانية أو أساليب تانية لتأمين هاي الأدوية. طبعا من الضروري. كان فكرة طبعا ما قدرنا نفوت لا عن طريق مناشدات المؤسسات العمل الميدني ولا عن طريق المنظمات الإنسانية إدخال الأدوية للغوطة الشرقية. لهيك فكرنا وقدرنا انه نحاول انه نصنع شيء لازم وشيء ضروري لهذه الغوطة الشرقية. تمام. فكرة التصنيع اجت من خلال يعني الحاجة، يعني الحاجة للمادة الدوائية او الحاجة للأدوية، الحاجة ام الاختراع. صح. بس دكتور انا بدي اقاطعك هون يعني انت بمكان ما بتتوافر فيه مواد اولية، ما بتتوافر فيه يعني انت بدك تعمل شيء بس ما عندكم للأسف نتيجة الحصار ونتيجة هاي القصص
يعني الموارد او الوسائل قليله جدا. صحيح. كيف قدرت تدبر كل هاي القصص؟ وانا شفت الفيديو، شفت الفيديوهات تبع تصنيع الادويه، يعني ادويه مصنعه مثل اي دواء موجود خارج الغوطه. صح. كيف قدرتوا تحققوا هاي القصه؟ تمام. هلا من خلال البحث والاسئله قدرنا ان نبحث المواد خام او مواد اوليه. هاي المواد الاوليه كيف قدرنا نحصلها؟ هلا في بعض المعامل اللي كانت قريبه على مناطق اشتباك ومناطق معامل هجرها اصحابها او بسبب انعدام الطاقه الكهربائيه وانعدام التيار الكهربائي تم توقيفها. هاي المواد الاوليه يعني من خلال انه خطط التصنيع سالنا بعض الشباب رفقاتنا بالكليات وبعض الشباب اللي عندهم الصيدلة الصناعية او عندهم خبرات سابقه اعطونا خطه او وسيله يعني بسيطه للعمل. هي انه تامين الاشكال البسيطه من الدواء اللي هي الحبوب والشرابات والتحاميل والكبسول وهيك قصص. هلا املنا المواد الاوليه صار ضل علينا المعمل. بحثنا عن معمل تصنيع ادويه عم بحكي انا كان فتح حصار خانق، يعني فينا تقول انه كان سعر لتر الوقود حوالي 2000 ليره سوري، يعني حوالي 10 دولار. هذا بعتبر انه اغلى سعر وقود بالعالم يمكن كان وقتها. اكيد مو يمكن، اكيد اكيد اكيد. بهيك ظروف قدرنا نبحث عن معمل انه نشغل الخط الاساسي. الخط الاساسي هو كان الحبوب والشرابات، شرابات للاطفال والحبوب للكبار. يعني هاي اول الادويه دكتور ايمن، دكتور ايمن مقاطع لحديثك، هاي اول الادويه اللي تم تصنيعها مو هي؟ تمام هاي اول ادويه، هاي اول ادويه اللي تم تجريبها وتصنيعها. تمام. يعني نحن قبل ما صرنا جربنا شيء انه نحن درانين نسوي هالعمل ولا لا. لما تم تصنيع الحبوب، خاصه حبوب الباراسيتامول او حبوب السيتامول او البنادول المشهوره، يعني كانت فرحه كبيره كثير للعاملين بهالخط او بهالمجال هذا. نتامل حبه سيتامول، انا عم بقول لك يعني حبه سيتامول هو الخبز اليومي للمريض. حب الالتهاب او الصاد الحيوي هو الخبز اليومي للمريض. طبعا انتوا انا شفت بالفيديوهات بروفين عملته كمان. بروفين والسيتامول هي كلها مسكنات. هي هذا خبز يومي، يعني مثل ما انت عم تامن اكل بدك تامن الدواء. يعني صحيح. الدواء هو حاجه طبعا او حق شرعي بكل 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 الدنيا، تامين الدواء وتامين الغذاء للمواطن وين ما كان، يعني معروفه. الله يعطيكم العافيه عن جد، يعني الله يقويكم. اي تفضل. الله يسلمك يا رب. هذه التجربه الناجحه يعني شجعتنا انه نطور العمل او حتى نبحث عن مجالات اكبر. لهيك تم البحث وسؤال بعض الاخصائيين، وحتى سالنا يعني اطباء هن درسونا بالجامعات انه هيك صار معنا. بلشوا يدلونا على اساليب وعلى خطط، وحتى جمع بين اصناف ادويه، يعني مركبات ادويه بين بعضها يطلع اصناف يعني تواجه المشكله اللي كنا نعانيها. يعني نحن بسنه 2014-2015 كان في حصار كثير على الغوطه الشرقيه، يعني ما كان في مثلا مميعات دم بكل الغوطه. إنه مثلاً عن طريق صنفين أدوية، تبديل بين صنف ومع صنف دوائي تاني، إنه قدرنا نحصل على مادة الأسبرين قدرنا بعدين إنه نسيطر أو نصنعها. ما شاء الله عليكم. هلا في بعض المواد ما بخفيكي، هلا هاي المواد الأساسية شو بقول لك، يعني هدول المواد الأصلية أساسية. في عنا مواد مرافقة هي بتساهم في تشكيل الدواء. يعني هي بتكون سوار. تكون يعني عفوا صحة. هاي بتشارك على قلبك يا رب. هاي بتشارك تصنيع الدواء، وشان الدواء مثلا بدنا اياه يخدم بقلب المعدة، بدنا يخدم بقلب الامعاء، بدنا يخدم بقلب التم، حسب المكان اللي بدنا اياه يستهلك بنحط هاي المرافق. تمام. هاي المرافقات كانت صعبة الحصول عليها، او حتى مواد التعقيم اللازمة، تعقيم الادوات والماكينات وخطوط السير، وحتى للتخسير او تشكيل الادويه. دكتور ايمن كثير بدي اتشكرك، كنت معنا ببرنامج الو سوريا، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وبايدكم وبجهودكم سوريا منصوره باذن الله يا رب عن قريب جدا كمان. شكرا لك. يا رب عن قريب. شكرا لك يا دكتور، يعطيك العافيه. عم بخبرونا انه خلص الوقت. خلص الوقت وبالفعل خلص الوقت، واحنا ما حسينا بالوقت حياة، يعني مرق الوقت بسرعه مرق الوقت بسرعه بالفعل. على كل بدنا نروح هلا قبل ما نختم
او لا مع الختام نروح لغنية يلا ومن اكيد نتلاقى فيكم بحلقة جديدة. تابعونا اكيد على راديو وتلفزيون اورينت اورينت نيوز. برنامجنا مستمر ومستمر طبعا بوجودكم، والله محيي سوريا والسوريين والله يحميكم يا ربي، والحرية ان شاء الله القريبة جدا لسوريا يا رب. يا حبيبي كيف بتكون النجوم من فوق قلبي من فوق قسيون، تعرف يا حبيبي.